السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كده مع الصحة كل شي بخير. اليوم ان شاء الله بإذن الله انا نوجدو البطاطا مشرملة في المقلاة بطريقة زويونة ومذاق وسهلة. انا شديت البطاطا سلقتها ونقيتها، ولكن ماشي بزاف، يعني خليتها شوية باش ما تهرش ليا، وانا هي كان بحال كنصوطي فيها في الشرمولة. غادي ناخد هادشي كله افكار الفطور، كتجي غزاله. ناخذ واحد ربع كاس، جدي ربع كاس ديال زيت الزيتون، بغيتو تخلطوا زيتون وزيت المائده. ناخذ شويه ديال القزبر مع التنوس، قطعتهم صغيرين بزاف. واللي كيبغي الحار، انايا قطعت فلفل حاره مزوده حاره، يلا ندير لك بحال هادي زياده، اللي مبغيش الحار ما يبغيش الحار. غادا ندير شويه تاع الكمون، واحد 4 معالق صغيره الكمون. عندي شويه تاع الكركم، كتجي غزاله هاد التتبيله هادي. وشويه تاع البابريكا، وهذه عندي البصله بودر. لما موجوداش يمكن ديروا البصله شلضوها صغيره. انا عندي الثومه حتى هي بودر، لما كانش ديروا شدوا الثومه وحده وحكوها بس. غنخلط هاد الكوينات كلهم، وغدا ننزل عليهم البطاطا، وغدا نشرمل كل شيء هكا، يعني نخلطو مع بعضياتهم. خمدت شوية تاع الملح، خمدت شوية تاع البصل أو الفلفل الأسود. صافي، غنخلطهم دابا وغنحطهم فوق البوطة، وتكون العافية ناقصة باش ما تحرقش لينا هاد القامة. نخليوها تشحر على راحتها، نديرها على جوج باش ما هي على لافي. قلت لها خلي هاديه، وكنبقى نحمروا فيها، نقلبوها شويه شويه باش تاخذ لينا داك اللون الزوين وما تحرقش، ونغفلوش عليها. هيا دابا البنات، البطاطا هي واجده، هي خدات اللوين اللي كنقلبوا عليه، ما نقولش يكون الريحه اللي طالعه منها. والله الا جربوها وشوفوها كالفطور ولا العشاء ولا كتوجد بسرعه، بس قلت لكم نقصوا عليها العافيه باش ما تحرقش، باش تاخذ تشرب ديك الشرموله ما تحرق ما حتى شي حاجه، وتجي جديده. ولا هي بعدا غادي نحطها في الصحن التقديم ان شاء الله باذن الله. نشوفوا في الاخر. هاي البطاطا اللي شرملناها، هي وجدات الشكل ديالها، وشوفوا خدات اللوين داك الزوين، كتجي بحال مقرمله شويه، كتجي غزاله. جربوها وردوا عليا وخليا في الكومونتير ان شاء الله. انا متاكده انها غتعجبكم. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك في كل جديد. والسلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.